مرحبا بكم طلابنا الاعزاء، طلاب الصف الرابع، الماده معارف ومهارات قراءه، الوحده الثالثه، الدرس الرابع. كما مر معنا في الدرس السابق العلاقه بين صديقين التي تتكلل بالحب والاخلاص لكل من الطرفين للاخر، والابتعاد عن الشقاق الذي يورث الحزن والاسى. بدرسنا لليوم آداب الكلام، آداب الكلام درس قراءة، رح بعد القراءة الصامتة للمقاطع والقراءة الجهرية مع التلاميذ لعدة مرات ننتقل إلى الأفكار الرئيسية وشرح المفردات، بالإضافة إلى الإجابة عن أسئلة الدرس واللغة والتراكيب. الحوار الذي يدور بين الأب والابن: يا بني، إذا حضرت مجلسا فاحرص على أن تسمع أكثر من أن تقول، وإذا رغبت في الكلام فانتظر حتى يأتي دورك ولا تقاطع الآخرين، وحتى تتجه مسامع الآخرين إليك، ولتكن طبعا هي وصية الأب للابن، ولتكن طريقة إلقاؤك عذبة شائقة لتجذب الآخرين. بينما المقطع الثاني يقول: إذا حدثك أحدا فأقبل عليه بوجهك ومسامعك وأفكارك ولا تتشاغل عنه، لأن حسن الاستماع دليل على التربية الحسنة والذوق المهذب. هذا طبعا تقريبا النص يدور حول هالحوار بين الأب والابن. ننتقل إلى الأفكار الرئيسية. فكرة المقطع الأول: الحوار الذي دار بين الأب والابن. فكرة المقطع الثاني: حسن الاستماع للآخرين. قلنا من حسن الاستماع للآخرين أو آداب الاستماع دليل على التربية الحسنة والذوق المهذب. لدينا مفردات بالنص، مفردات صعبة كمستوى أنت طالب صف رابع. لا تطل، عندما قال الأب لابنه لا تطل في الحديث، بمعنى لا تطل، لا تكثر من الكلام. لدينا المفردة تالية شائقة، عندما قال له لتكن طريقة إلقاؤك شائقة وجذابة، شائقة بمعنى جذابة طبعا كما وردت في النص. طريقة الإلقاء شائقة بمعنى وردت بالنص شائقة جذابة. يؤثر، يترك فيهم أثر. يؤثر بالآخرين، يترك فيهم أثرا. عذبة جميلة، عذبة جميلة، عندما قال لتكن طريقة إلقاؤك شائقة عذبة لتجذب الآخرين. عذبة جميلة. انتهينا من المفردات، ننتقل إلى الاستيعاب والفهم. ماذا ينبغي عليك إذا حضرت مجلسا؟ نتذكر وصية الأب لابنه: ماذا ينبغي عليك إذا حضرت مجلسا؟ إذا حضرت مجلسا فاحرص على أن تسمع أكثر من أن تقول. بدأ بفاحرص على أن تسمع والابتعاد عن كسرة أكثر مما تقول. ينبغي، جواب بيكون علينا إن حضرنا مجلسا. إذا حضرت مجلسا مجلس أن أسمع أكثر مما أتحدث. عرفنا طلابي أن أسمع أكثر مما أتحدث. السؤال الثاني: أيهما أفضل، الإطالة في الكلام أم الاختصار؟ أيهما أفضل، الإطالة في الكلام أم الاختصار؟ طبعا الاختصار فضل. الاختصار يولد الذوق الرفيع، لأن كثرة الكلام كثير الكلام، من يكثر كلامه يكثر خطأه، كثير الكلام كثير الخطأ، خطاء، كلياتنا بنعرف المعلومة. إذن الاختصار في الكلام
أيهما أفضل، الإطالة أم الاختصار؟ طبعاً الاختصار هي الأفضل. اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي. انتقلنا للسؤال الثاني. ثانياً اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي. حسن الاستماع دليل على، إذا كان من آداب الاستماع التنصت للحديث، الإنصات للحديث، التربية الحسنة أم الأخلاق السيئة أم التربية السيئة؟ إذن قلنا حسن الاستماع دليل على التربية الحسنة والذوق المهذب كما ورد في النص. إذا تكلمت فليكن كلامك واضحا جميلا بليغا. طبعا كلياتهم لازم يكون الكلام جميل، لازم يكون الكلام واضح، بالإضافة إلى أن يكون بليغ. طبعا الأدق فيهم لازم يكون الكلام واضح، يجب أن يكون الكلام واضح والصوت مسموع. يجب أن يكون الكلام واضح والصوت مسموع. بتمنى من خلال الدرس أنه صار عنا فكرة. الوصية مو بس للابن، الوصية لكل تلاميذنا، كل أبنائنا الطلبة، بأن حسن الاستماع من آداب الكلام، من آداب التربية، من حسن الإصغاء على الآخرين، من الذوق المهذب والذوق الرفيع. هذا كل ما لدينا لدرس اليوم. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في الدرس القادم.